السلام عليكم بنات، كي درتو بخير؟ نتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال. ومرحبا بكم في القناه ديالي رشيده ديكور. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الكيكه ديال التفاح بالفواكه الجافه. غادي ناخذ جوج بيضات، يكونوا درجه الحراره ديال المطبخ، وغادي نخلطوهم مع بعضهم باش نشيل الخليط. غنديرو كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، غندير واحد فانيا، واحد الساشي ديال الفاني لاباني، مع التحريك دائما واحد جوج معالق ديال الخل، واحد قبيصة ديال الملحة، مع التحريك دائما غادي ندير واحد 3 كيسان ديال الفورص. وكما كنقول يعني الدقيق حسب الخليط، الفورص كاين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش، مع التحريك باش ينسجم الخليط مع بعضو وما يكونوش عندنا دوك الحبيبات. باش كيجي الخليط يعني خفيف وكيجي فشفش كيجي رطب ولذيذ جدا. يعني كنزيدو الفرص بالتدريج، يعني ميزاني كنشوف الخليط ديالي واش باقي خاصو الفرص ولا ما خاصوش. كنضيفو الفورص يعني شويه باش ندير الخميره باش ما تحببش ليا الخميره الحلوه.
ما خويت الخليط ديالي في المول، كناخذ واحد جوج تفاحات كنحكهم وندير عليهم واحد المعلقه ديال مايزينا وواحد نص حامضه، يعني وكنسرحو في الكيكه ديالي. بقات زين اختياري. كنزيد عليه اللوز اللي قطعته طريفات صغار، يعني ماشي بالشرط يكون لوز، يقدر يكون كركاع، يعني كاع الفواكه الجافه تقدر ديرها فيه. كناخذ الزبيب حتى هو، كندردرو فوق منه. ندير عليه السكر من فوق، سكر بني. كندخلها للفران على درجة الحرارة ديال 180 درجة لمدة ديال 20 دقيقة على حسب الفرن. الكيكة كيفاش جات؟ كتجي رائعة. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك تعليق وشاركوا في القناة، وغادي نخلي لكم انستغرام ديالي في تحت الفيديو. السلام عليكم.